أستاذ عبد الحميد جمعة، أهلا بك في سينما بديلة. يا أهلا وسهلا فيكم. كيف اختلف المهرجان هذه السنة من السنوات الماضية؟ يعني العام كان عندنا، السنة الماضية كان عندنا 177 فيلم، السنة هذه عندنا 118 فيلم. ليس لأن ما لم نستلم أفلام، بالعكس نفس الاستمارات مستمرة، ولكن حسينا السنوات الماضية أنه هذه الأفلام تضيع بمحدودية عدد الجمهور، فتلقين فيلم جميل جدا ولكن ما تلقين في العدد الكافي اللي نحن مقتنعين فيه بأنه ممكن يروح للأفلام. ولما نسأل عرفنا أنه لأن الخيارات كانت كثيرة، فحسينا أنه خلينا نركز على اختيار أهم لهذه الأفلام ونقلل العدد، وخليناها سينما إماراتية أو سينما عربية أو سينما خليجية أكثر. وهل هذا طموح أساسي للمهرجان أن يتواجد أفلام من الخليج ومن الإمارات تحديدا؟ طبعا طبعا طبعا، هذا نتائج اللي بدأنا نحن من 10 سنوات، ونتائج ما بدأته طبعا مهرجانات أخرى، مهرجان أبوظبي ومهرجان الدوحة، وأيضا المؤسسات الأخرى، مؤسسة 2434 Imagination، الدوحة للأفلام. أعتقد أنه بعد 10 سنوات بدت هذه تعطي نتيجة، ليست بالنتيجة اللي يعني كبيرة جدا، ولكن طبعا في خلال أعتقد مقارنة بالعشر سنوات أعتقد أنها نتيجة مرضية جدا جدا. ولمن يتوجه مهرجان دبي؟ هل هو لمحترفي السينما أو للجمهور العام؟ حبينا أن السنة نحن نحاول أن نأتي بأفلام ممكن تفاجئ الجمهور، تريد شوية أكثر عمق في فهم للسينما، وهذه مجازفة ولكنها مجازفة محسوبة. حد يقولنا ممكن استعجلنا في هذا الوضع في هذا الموضوع، ولكن نحن نعتقد أنه وقت صحيح أنك نحن ترتقي شوية بذوق الجمهور وتدخل كمهرجان له خصوصيته ويوازن ما بين الأفلام الفنية وبين الأفلام التجارية. وما يجذب محترفي السينما إلى دبي؟ الفكرة اللي كانت موجودة من أول بداية المهرجان، نحن نريد فائدة لكل من يأتي إلى هذا المهرجان. إذا كان جمهور أن نعطيهم فرصة ليروا أفلام لا يروها في السينمات طوال السنة، إذا كان ناقد يرى أفلام لم يراها في مهرجانات أخرى، إذا كان صانع سينما يتفاهم أو يلتلاقى مع صانع سينما آخر حتى من دولة أخرى ويستفيدوا في أنهم ينتجوا فيلم جديد يكون مشترك. هذه الفكرة، أنه كل من يتردد على هذا المهرجان يطلع بشيء فائدة.